أهل العلم جرت عادتهم بنقل الخير ولا يلزم العزو في الكتب العامة وفي الخطب وفي الكلمات، لكن لا ينسب ذلك لنفسه صريحا، ولكن ينقل ذلك عن أهل الخير. ولم تجري عادة العلماء بأنهم في النقل في الخطب مثلا يقولون قال ابن القيم في كذا، قال ابن تيمية في كذا، قال في كذا، ولا سيما إذا كثر النقل فإنه يمل العامة، ولا سيما وأن الخطيب في كثير من الأحيان يحتاج أن يغير في الكلمات لتناسب الواقع وفهم الناس اليوم، فلا حرج في هذا النقل ولو لم يعزو. وكذلك الكتب العامة وكذلك الدروس، ومن تفقد كتب أهل العلم وجد من ذلك الشيء الكثير، وهذا لا يجرح علم أهل العلم. أما الأمور التي جرى العرف فيها بأن الأمانة العلمية تقتضي العزو كالرسائل الجامعية ونحو ذلك، فإن الواجب أن يعزى إلى من ينقل عنه من قديم أو حديث. وكذلك من نص في كتابه على أنه لا يجيز النقل منه إلا أن يعزو أن يعزى إليه، فلا ينقل من كتابه إلا بالعزو إليه، وهذا لم يكن عند المتقدمين. وأضرب لكم مثالا واحدا، وإلا فمعظم كتب أهل العلم المتقدمين فيها نقل. أضرب لكم مثالين قريبين جدا. أما المثال الأول فإن ابن قدامة في المغني الذي هو موسوعة فقهية تجد فيه بعض العبارات بتمامها ونصها وفصها للنووي تماما، وقد تبلغ سطرين أو ثلاثة أسطر أو أكثر من ذلك بدون عزو لا هنا ولا هناك، ولا حرج في هذا ولا عيب. وكذلك شرح الزرقاني على الموطأ، فإن الأحاديث التي اشترك فيها البخاري مع مالك تجد أن الزرقاني في الغالب ينقل شرح ابن حجر من الفتح كما هو أو يتصرف فيه تصرفا يسيرا، وهذا في كثير من الأحاديث إن لم أقل كل الأحاديث، لكن خشية يعني أن يكون فاتني شيء أنا تتبعت هذا الأمر. الأحاديث المشتركة بين البخاري والإمام مالك الزرقاني ينقل شرحها من فتح الباري ولا ينص على هذا ولا يعيبه، وما لم يكن كذلك فالغالب أن الشرح من التمهيد إذا لم يكن من الأحاديث المشتركة، وهذا لا يعيب الزرقاني. ولكن القلوب إذا أظلمت تصيدت الأخطاء،